زي ما حضراتكم شايفين التنس الطاوله كمان رجال شغالين، انا لسه برضه اخش عليهم ولكن شغالين لسه، المنافسات شغاله، ولكن فوزنا بالسيدات للمره 19 لقب، لقب مهم جدا، وده تمهيد طبعا اكيد للدوري اللي جاي وتمهيد كمان لبطوله افريقيا اللي اكيد هنشارك فيها ان شاء الله بشكل كبير. هنروح طبعا للنادي الاهلي رجال اللي ما زالوا لسه في الاردن بياخدوا المنافسات، من يعني النهارده فزنا على صار البحريني ونصعد لنهائي البطوله العربيه. فريقنا تأهل النهائي بعد ما فاز بعد فوزه على نظيره سار البحريني بنتيجه 3-1 في المباراه اللي قبل النهائي، والفرقه بتضم 6 لعيبه، سيد لاشين، عمر عصر، محمد البالي، خالد عصر، ومحمد شومان، وشادي مجدي. الاهلي هيلعب في النهائي مع الكسبان من الزمالك ونظيره قطر القطري. وخبر بقى حالا لسه جاي، قطر القطري فاز على نادي الزمالك وصعد للنهائي. اذا النادي الاهلي سيلاقي غدا ان شاء الله قطر القطري في النهائي على نهائي البطوله العربيه. ماتش مش سهل، ماتش مش سهل، قطر القطري جايب محترفين، والماتش هيتلعب بكره باذن الله، فرقتنا قادره على الفوز في ظل وجود كوكبه من نجومنا ان شاء الله.